السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والقصص كما قلنا مرارا يهدف إلى أن يتعلم الإنسان مراضي ربه ومغاضبه فيجتنب المغاضب ويتقرب إلى المراضي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا جميعا، أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فنقول بالله التوفيق في اليوم، وقد جمعت لكم يعني قصصا صغيرة ثلاث تجتمع فتشكل وحدة واحدة، فهي متعلقة بشخص واحد صلى الله عليه وسلم. المهم أن المولى عز وجل من أسمائه العدل ومن أسمائه الحكم، والعدل والحكم، العدل صفة من صفات الحكم والحكم صفة من صفات العدل، فهي صفتان متبادلتان. حكم بغير عدل فليس بحكم، وعدل بغير حكم فأنت أصلا ليس عندك القدرة على أن تجلس تحكم بين الناس، مفيش، ما أنت المفوض في ذلك. فكثيرا ما يوجد العدل بغير حكم، كثيرا ما يوجد العدل بغير حكم وتتمنى الأنفس أن تطبقه، ولكن هيهات في ظل حكم جبري كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بلاد المسلمين بحكم الإسلام وبولي حقيقي للأمر. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاض في الجنة، والقاض في الجنة وقاضي الجنة ينقسم إلى قسمين، قسم أدنى من قسم. فأما القاضيان اللذان في النار فالأول قاض تكاسل عن جمع الحقائق وتكاسل عن الاجتهاد حتى يستطيع أن يحكم بالعدل، فحكم بالهوى، فهو بعد طالما أنه قصر في جمع الأدلة فلا يقال أنه اجتهد، كمثلا الذين قتلوا المتظاهرين في مصر في ثورة 25 يناير، قتلوه والجند قتل الناس ومعهم ضباط قتل الناس، ثم أفرج عن الجميع وكل الفيديوهات تثبت أنهم قتلوا وقتلوا بأيدي الجند، والجندي يقول أنا أمرت بضرب النار، والقائد الذي أعلى منه يقول أنا جاءتني الأوامر بضرب النار، ثم بعد ذلك الرأس التي ضربت النار براءة. هذا أمر هراء وضياع لحقوق الناس حتى وإن ضاعت في الدنيا، ولكن هناك رب سوف يقتص ولن يفلت. إن أفلت المجرم في هذه الدنيا فهيهات له أن يفلت في الآخرة. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقاضي لم يجتهد
أو اكتفى بعدة أدلة قليلة أو ألقيت إليه كفتات الخبز أحكم بهذه فقضى بها، كان أولى به أن يتنحى يقول لا أحكم لأني لا أريد أن أدخل النار. فالقاضي لا بد أن يكون لا يخاف في الله لومة لائم، ولا بد أن يكون صادقا مع نفسه، ولا بد أن يكون مجتهد. لازم يجتهد، ممكن بعد ما يجتهد ويسمع الأدلة يخطئ، هب لكنه اجتهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العالم، والقاضي نوع من أنواع العلماء، إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. يبقى احنا عندنا الشعبة الأخيرة اللي هي القاضي بتاع الجنة، واحد اجتهد وجمع الأدلة ولكنه أخطأ في فهم الأدلة، فهذا له جنة أيضا ولكن درجة أقل من درجة الآخر. الذي اجتهد جمع الأدلة فهمه طيب، ركز في القضية ثم أطلق الحكم، فهذا له أجران، فهو في منزلة أعلى من منزلة الذي اجتهد وأخطأ. أما القاضيان الأوليان فالأول لم يجتهد وحكم بالهوى، والثاني لم يجتهد وإنما قبل ما أعطيه فأخذه وحكم به، فكلاهما في النار. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من ظلم الظالمين. فقضية اليوم موجودة في سورة الأنبياء في الآية 78 إن لم أكن مخطئا، قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هي دي القضية بتاعت النهار، داود الملك وسليمان يعني راعي من رعاة المملكة وابن الملك في نفس الوقت، ولم يكن قد عين نبيا بعد. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إيه القصة؟ شوية غنم دخلوا بيت، دخلوا حقل أو زرع، سموه حقل يعني، طيب فدخلت فيه ولا يهمنا كثيرا الصراحة ما كان نوع الزرع في الحرث، لأن الله قال زرع. يحكمان في الحرث ولا يطلق لفظ حرث إلا على الذي نضج، خلاص نساؤكم حرث لكم. فأنت يعني يحب لك أن تتزوج المرأة الناضجة التي تحتمل النكاح، مش تجيب واحدة عيلة صغيرة ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة ولسه بدري على ما تحيط ولا تطيق معاشرة الرجال، وتقول هذه يعني استحببتها احجزها يعني تكلم عنها اخطبها وتكلم عنها، لكن لا يعني ما تبقاش محاربة حتى تنضج وتكون جاهزة. نساؤكم حرث لكم. وهنا قال نفشت في يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت لفظ إذا دخلت الدواب التي تأكل الزرع دخلت في الحقل ليلة اسمها نفشت، لكن لو قال المولى عز وجل وأيوب وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ هملت فيه غنم القوم، هملت يبقى في الصباح دخلت في النهار والدنيا نور والدنيا نور، لكن ما دام قال المولى عز وجل نفشت يبقى دخلت في الايه؟ في الليل.
وما دامت دخلت في الليل على صاحبها ضمان الحقل والتلفيات. أما إن كانت هملت دخلت في الصباح فعلى صاحب الأرض أن يحرس أرضه، حط كلاب، حط أي حاجة، يقف هو يقف عياله حتى يدخل الليل ويصبح معاه قوة إن اللي يعتدي ضامن. ضامن يعني عليه الإيه؟ عليه العوض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نحو ذلك، ولكن القصة ضعيفة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن ناقة دخلت في حديقة وأتلفت المزروعات، ف وكانت دخلت في الصباح في وقت الهمل، فلما اشتكى صاحب الحديقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك أن تحفظ حديقتك في النهار، فإن كانت دخلت في الليل فهو يعني جبار، يعني لابد أنك أنت تعوض الناس أو تكون ضمان. أنت جاي تأخذ الناس مني؟ أنا بقول يا رب واحد، أنت جاي تأخذ كل الناس؟ طيب ماشي. طيب يبقى احنا فهمنا الفرق بين نفشت وهملت. ما فيش في القرآن هملت، في نفشت مرة واحدة لسياق القصة. فلما اشتكى، يعني المفسرون تكلموا في نوع الثمر، عبد الله بن مسعود وغيره قال أنها كانت كرمة، يعني حقل كرم، وكانت عناقيد العنب قد تدلت وطابت، لقول الله حرف طابت. ولكن هذا الصراحة يعني هو علم لا ينفعنا وجهل لا يضرنا. المهم أن أي غيط فيه حرف طاب يعني أوشك صاحبه أن يجنيه ويستمتع به، فدخلت الغنم فأكلته، لم تترك ثمرة ولا ورقة. تعرفين الغنم يأكل أي حاجة، أي حاجة، يعني لو أطلقت الغنم في كوم قمامة تأكل ورق وأكل وبقية طعام ونحو ذلك وأكياس بلاستيك، ولو لقيت علبة صفيحة تحاول تمدخها، المهم أي حاجة تحاول تأكل أي حاجة، هكذا الغنم. فكان فرفعت القضية لسيدنا داود صلى الله عليه وسلم، وكان الروايات متعددة أن سليمان كان جالس في البلاط عند أبيه، في البلاط يعني أمام يعني مجلس أبيه، وفي رواية أخرى أنه كان في الخارج وسمع بالحكم. المهم أن كلاهما لم يتعارض، لأن قد يكون بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مرة هكذا ومرة هكذا، فيجمع بينهما أن الفيصل كان لقول سليمان، مع أن من هو الحكم؟ داود. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع له، هو الحكم، ملك قاضي نبي رسول. سيدنا داود كان رسول، إن اللي يتسلم كتاب من الله هذا رسول. كم رسول في اللي احنا عارفينه؟ 313، 315. أنا أحيانا أقول للأولاد 300 عشان يصل عليهم الحرص فقط، يعني جم غفير، يعني عدد كبير، وصل 124 ألف نبي ورسول كلهم في بعض. المهم أن سيدنا داود أوحي إليه بالزبور فهو رسول، إذن سليمان نبي يحكم بكتاب الرسول الذي قبله، فحكم بزبور عليكم السلام، فحكم بالزبور، والزبور أنزل على أبيه لم ينزل عليه. فبينما القضية تعرض على داود عليه الصلاة والسلام، إذ أمر لصاحب الأرض بالغنم، قال له إذا خذ الغنم عوضا لك.
فهمس سليمان لأبيه أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا كنت تقول؟ فقال يدفع لصاحب الغنم بالأرض فيحشها ويعيد زراعتها ويعزقها ونحو ذلك حتى تعود ثمارا طيبة على وشك الجنة كما كان حين دخلت الغنم. حين دخلت الغنم يعني شوف اتخذتها الثمار شكلها ايه وكان فيها كم شجرة مثمرة، خدها بقى وظبط الأرض ودع كم من رعاية الغنم، سلم الغنم كاملة لصاحب الأرض يأخذ صوفها ويأخذ لبنها ويأخذ نتاجها. ليه؟ لأن ثمر بثمر. يبقى الأصل ايه فين دلوقتي بقى؟ ثمر مقابل ثمر. ايه ثمر الغنم البالغة؟ النتاج الصغير والألبان والصوف ونحو ذلك، فيبيعه صاحب الأرض ويكون له عوضا عن الموسم الذي ضاع منه، يكون له عوض. ويبدو أن حجم الغنم كان مناسبا لتعويض الثمر في حجم الأرض، وإلا كان داود عليه الصلاة والسلام كان سيرفض، وإلا كان سليمان أصلا لن يحكم بذلك، لأن المولى عز وجل عقب وقال ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. لما قال المولى عز وجل ففهمناها سليمان؟ لأن الفهم رزق ولا يقدح في مرتبة داود. ثم استدرك المولى عز وجل قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. قعد يثني على داود المولى تبارك وتعالى، أثنى على داود حتى لا تظن أن سليمان خير من داود. لا، كل الناس بيقولوا إيه لما يذكروا العدل بيتكلموا عن مين من أصحاب النبي من الخلفاء؟ يتكلموا عن مين؟ عمر بن الخطاب، ويتكلموا عن عمر بن عبد العزيز، ما حدش بيتكلم عن أبو بكر الصديق مع أنه كان أعدل وأشد حزما من عمر، ولكن لطول مدة حكم عمر فعمر أصبح أكثر وقعا في النفوس. طب لما عمر بن عبد العزيز مع أنه حكم عاماً؟ لأن حدث في أمره أمر في زمنه أمر غريب. كان الغنم تحرس كان الذئاب تحرس الغنم لا تهاجم الغنم، وكان ينادي يجمع الزكاة فينادي من كان له عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، فيأتي المدينون يأخذون ما شاءوا ثم يرجعون وأدت الديون جميعا أديت الديون جميعا وبقي المال كما هو. بركة عجيبة في زمنه لأنه كان عادل صادق ولم يكن في زمنه نبي ولم يكن قريب عهد من زمن النبوة، وإنما كان مخلصا وكان ملكا، يعني كان ولي عهد، كان يبقى ملك متوج. ترك كل ذلك وأصبح أميرا للمؤمنين، أفقر أمير للمؤمنين في التاريخ، يشبه جده الأكبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فكان عمر بن عبد العزيز يلبس الحلة بعشرين ألف دينار وينظر إليها ويقول هو خشنة، معناها بعشرين ألف دينار ها؟ يمسكها كده يقول هو خشنة ما تعجبوش، الدينار ده جنيه ذهب، هو خشنة. فلما أصبح أميرا للمؤمنين كانوا يأتون له بالثوب بعشرين درهم يقول
إنه غالي الثمن، مع أنه خشن وتحمله على بدنه وعاش عاما. ثم ينادي المنادي: من كان يرغب في النكاح فصداقه من بيت بني المسلمين. فيأتي الشباب الذي راغب في الزواج، كل يأخذ الصداق الذي يشتهيه، طبعا كان فيه معدل عالي، فيتزوج الشباب ويبقى المال كما هو. ثم ينادي منادي: من كان يريد عتقا فعتاقه من بيت مال المسلمين. فيأتي من بقي من العبيد فيعتقون من بيت مال المسلمين. لما لم يقول من كانت إذا كانت لأرملة حاجة إنه يكفي الأرامل والأيتام وكبار السن؟ هو بيتكلم عن الأوبشنز بقى، اللي هم الناس إيه اللي هم خارج نطاق أصل الزكاة. ثم أنه لما بقي الماء وزاد القمح وكان حجم حبة القمح قدر نواة البلح في عمر في زمنه. فإذا كانت نواة البلح بهذا الحجم مثلا، فكيف بحجم السنبلة التي فيها قرابة 40 إلى 50 أو 100 حبة؟ كيف يكون حجمها؟ تكون يعني قد المية كده مرتين ثلاثة. ولا بد أن يكون الساق قوي، ساق القمح ضعيف، فلا بد أن يكون الساق قوي عشان يحمل. زرع غريب، بركة عجيبة جدا في زمنه. وكان الذئب يحرس الغنم، فبينما الذئب يحرس الغنم إذ قفز فجأة فهجم وأكل وخطف غنمة وجرى. فنظر الراعي وقال: الآن مات عمر بن عبد العزيز. فدون هذا الوقت، فجاءه الخبر بعد 10 أيام أن مات عمر بن عبد العزيز، فانتهى العهد الذي كان، انتهى السلام العجيب الذي لم يكن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأن عمر بن عبد العزيز خير من رسول الله، لا، ولكن ليضرب الأمثال للحكام أن إن عدلتم يكون هذا هو الأمر، وبركات وخيرات الإنسان. نرجع إلى القضية: فدفع لصاحب الأرض بالغنم يستمتع بثمرها كله، حتى كان الحوض، لأن طبعا أدم العنب تلف مش هيزرعه تاني في خلال شهر، ده هتقعد عنده حوض كامل، يقعد سنة كاملة يشرب في لبنها ويأكل في الشياه الصغيرة أو يأكل من أو شكل أن تموت. المهم أنه عليه أن يرد أصل رأس المال، عدد الغنمات كذا كان، يعني لو خد 50 غنمة يرجع 50، يأكل ما يشتهي من النتاج، فسيموت شيء وسيهرم شيء وسيمرض شيء، يبقى من النتاج يعوض. المهم أن يرد له أصل رأس مال وإيه؟ سليم. طب فين أصل رأس مال صاحب الأرض؟ الأرض نفسها، الأرض نفسها هي رأس مال، أرض جيدة صالحة للزراعة. طب لكن ثمرها فين؟ تلف ثمرها. فلما يصعد الثمر مرة أخرى فوق سطح الأرض وتتدلى الفاكهة، إذا يأخذ صاحب الأرض أرضه ويأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال المولى عز وجل: ففهمناها سليمان. فلا يغضب حاكم أو إمام أو حتى إمام مسجد إذا عالج القضية بصورة معينة وجاء من فهم خير منه مع أنه أقل منه في العلم، ولكن الله فهمه ذلك الأمر فحكم أو أشار عليه بأمر هو أكثر صوابا، فعليه أن ينزل عند أمر المستشار. الرواية الأخرى تقول أنه أخذ
صاحب الأرض الغنم حتى بكلابها، حتى بالكلاب، لأن صعب إنك تجيب كلب معش مع الغنم يقوم يحرس الغنم، والكلب ده واخد على حراسة الغنم دي، والغنم ده واخد على الكلب ده وبيسمع كلامه. ف يعني لما ينبح عليه الكلب يفهم، إذا شردت غنما فنبح عليه الكلب وجرى أمامها تعود تفهم، لكن لو جبت كلب غريب قد تتأذى منه الغنم وتشرد. فخرج صاحب الأرض بالغنم بكلاب الراعي، فاشتكى الراعي لسليمان الذي كان قد جاء من خارج القصر، فقال له: أرأيت حكم علي بكذا؟ فقال: لو كنت أنا الحكم لحكمت بكذا وكذا. فنقل الخبر إلى سليمان داود عليه الصلاة والسلام، فنادى سليمان قال: أعد علي ما سمعت، فأخبره فحكم بما قاله سليمان صلى الله عليهما وسلم. لكن اسأل يعني إذا بكل أهل العلم من الأفضل، سليمان أم داود؟ داود ولا جدال، برغم أن معجزات سليمان كانت أعظم من معجزات داود، ولكن هذا شيء وهذا شيء آخر. القصة الثانية هي من نفس القبيل، أن يحكم سليمان أمام أبيه بعد حكم أبي استئناف يعني. فبينما امرأتان، القصة التي قلتها هي في التفاسير الأولى، الثانية التي سأرويها الآن من طريق أبي هريرة وهي في الصحيحين، أنه بينما امرأتان تجمعان الحطب ومع كل منها طفلها، فتركت الطفلان حتى يجمع الحطب، فعاد الذئب على أحدهما فأخذه وأكله، ويبدو أن الطفلان كان في عمر واحد، بحيث أن أبو الطفل هذا أو أبو الطفل هذا لا يملك أن يميزه عن ولده، لذلك أصرت الكبرى على أن تأخذ الولد مع أنه ابنها الذي أخذه الذئب. فقالت: بل أخذ ولدك أنت. قالت: هذا ولدي وهذه ثيابنا. قالت: لا، هذا ولدي. فهي لعلها خافت من زوجها، لعله شرس الطباع، وتعرف أن الثانية معناها أختها، مع فلعلها تعرف من طباع أختها، أو لعل أختها لا زوج لها، يعني انفصل عنها زوجها أو مات عنها، لأن الكبرى لم تحمل هم الزوج الآخر وأنها يؤذي أختها. يعني أنت بتقعد تقرأ القصة تجد فيها حاجات غريبة كده، تقعد تتفكر طب إزاي دي خافت من زوجها وما خافتش على أختها من الزوج الآخر. فيبدو أن هناك أمور في القصة لم تشرح، أو حتى قد تكون هي في منتهى الأنانية لا يهمها إلا نجاة نفسها. المهم أن رفع الأمر إلى داود عليه الصلاة والسلام، ويبدو أن الكبرى كانت لسنة مفوهة، تستطيع أن تتكلم وتستطيع أن تأتي بالحجة، والصغرى يبدو زي المصريين بيقولوا كانت لخمة، فمش عارفة تعبر عن نفسها، وكل ما عليها بكاء. فلعل داود عليه الصلاة والسلام ظن أن بكاء لتلف ولدها وهلاكه، فحكم للكبرى. فقال سليمان، أو كما قالت الروايات، أنه لما غادرت ووجد هذه تنتحب وهذه هادئة وهم معروفان أنهما أختان، فقال: ما خطبك؟ فقالت له: كذا وكذا. فلما تكلمت مع سليمان ولم تتكلم مع داود؟ إن للملك رهبة، يعني ما تخش مثلا على الجوفرنر بتاع نيويورك ستيت، غير ما تخش في المكتب البيضاوي على رئيس الولايات المتحدة، ده بيبقى فيه مهابة أكثر. إنما العزة لله تبارك الله سبحانه وتعالى،
فهذا له مهابة من نوع الباب، وهذا له مهابة أعظم. فلعلها استراحت أن تكلم سليمان فأخبرته القصة، فقال قفا، فلم يرجع إلى أبيه، قال قفا ائتوني بسكين حاد. فلم تعر الكبرى التي أخذت الولد، لم تعره اهتمام هذا القرار، وإنما قالت الصغرى، لأن هي اللي اشتكت له صاحبة الشكوى، قالت ما تصنع بالسكين يرحمك الله؟ قال أشقه نصفين، لك نصف ولها نصف. قالت لا، لا أريده، أعطيه لها، هو ولدها. قال بل هو ولدك أنت، لأن الأخرى لم تتكلم. فلما لم تتكلم الأخرى؟ لأنه لو ذبحه أو قسمه شطرين سيموت، فيتساويان عند العودة إلى الأزواج. لكن لو رجعت هي لغير ولدها، ورجعت الصغرى بولدها لزوجها، فإن زوجها قد يقتلها، فيقول لها إذا كانت الصغرى حافظت على ولدها كيف لا تحافظي أنت وأنت الكبرى، ونحو ذلك من هذا الكلام. فقضى سليمان لها بالطفل لأنها الأم التي خافت عليه. وهكذا الأم لو خيرت بين هلاك نفسها ونجاة ولدها تفضل هلاك نفسها. لكن الشرع الحكيم إذا كان هلاك الأم أم هلاك الفرع، هلاك الأم لا يقبل عليه الشرع، إنما يقبل على هلاك الفرع. مثلا امرأة حامل وتضع، وأصبح وضعها عسيرا جدا، عسيرا جدا، فماذا؟ والأطباء لابد أن يتدخلوا، لكن هناك وسيلة واحدة للتدخل، إما أن يموت الولد أو تهلك الأم. فماذا يحكم الشرع؟ يحكم بالمحافظة على الأصل، لأن الأصل ينتج فيما بعد. أما إن حافظت على الفرع وضيعت الأصل فسيموت الفرع حتما، أو يهلك أو يتلف بعده. فالشارع الحكيم دائما مع الأصل، أن نحافظ على الأصل، إلا أن يكون هناك أمور خارجة عن التقدير العام، فالضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم. القصة الثالثة والأخيرة هي قصيرة جدا، من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وأوردها الإمام النسائي في صحيحه في سننه والإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس ودعا الله عز وجل وفرغ من بنيانه، دعا الله عز وجل بثلاث دعوات: أن يرزقه حكما يوافق حكم الله. يعني ايه حكم يوافق حكم الله؟ كان مين من الصحابة اللي حكمه ساعات يوافق حكم الله؟ عمر بن الخطاب. يعني كان يعني يقول المقولة ينزل بعدها الوحي موافقا لعمر. فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يكون حكمه، يعني عايز يكون موفق في الحكم. ومن القصتين التي رويتهما لكما فيه توفيق فعلا بفضل الله عز وجل، حتى قبل أن يدعو بتلك الدعاء. ثم أنه سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر له الجن والمرضى والشياطين، منهم المصفط في الأغلال ومنهم الحر، ولكن المصفط في الأغلال لأنه شيطان مارد لا يمكن أن يثبت، فصفده الله فأذله فخضع لسليمان. أما الشياطين الأخرى الضعيفة مثل شيطاني وشيطانك ونحو ذلك، فهذا كانوا طلقاء وكانوا يصنعون ما يحرم في شرعنا، يصنعون له ما يشاء من تماثيل، تماثيل محرمة في شرعنا،
ولكن القدور ونحو ذلك ليست محرمة. أما التماثيل إن كانت شكلاً بغير تفاصيل فلا بأس به. يعني مثلاً هتعمل شكل امرأة في تمثال جالسة تحمل ولدها مثلاً، فلم تجعل ملامح لوجه المرأة ولا ملامح للطفل، ولكن من رآها قال أن هذه تشبه امرأة جالسة القرفصاء وترضع ولدها، هذا لا بأس به. لكن بتفاصيل مثل فراعنة موسى، مثل قدماء المصريين، التفاصيل والأنف ونحو ذلك تفاصيل عجيبة جدا ودقة متناهية في تفاصيل البشر، هذه محرمة. الحمد لله أن عظم حجمها لا يدخل البيوت، وإلا حرمنا الملائكة في البيوت. ولكن إذا كان منها ما يشبهها تماثيل صغيرة، تمثال كلب، تمثال قطة، تمثال أي حاجة، أخرجه من بيتك. فإن كان عزيز عليك، يعني أنا مرة الناس أهدوني شيء عزيز علي وبعدين اكتشفت أنه حرام، طب ما نخليه. فطمست وجهه، يعني حطوك من الجبس، فظللت أدق على الوجه حتى انطمس تماما وبقيت الهدية كما كانت. فلما جاء الرجل بعد ذلك بعد حين ورآه مقمصة كذا، قلت له، كنت جبان شوية كنت أخاف من الحق، قلت له سقطت فتحطم الأنف، بس عشان أخلص منه. يعني لو كنت أنا أستطيع أن أواجهه في هذا الوقت من زمان أوي كنت أقول له طمست الأنف والوجه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أي كيف أمر النبي بذلك؟ قال يا علي لا تترك تمثال صورة إلا طمستها. يعني تمثال مشرف له ملامح، أطمس الملامح ودعك منه، ودعك منه خلاص، أصبح ككسر الشجرة. فأحيانا تجد في جذوع الشجر ما يشبه البشر. الدعوة الثالثة لسليمان عليه الصلاة والسلام، والله نسيتها. طيب نكتفي بهذا القدر، ولو تذكرتها أخبركم بها إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قدم الله يسوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.